الكابتن محمد معشني، سررت حقيقة بالحديث معك والاستفادة منك. عبد الحكيم سامحني كابتن عبد الحكيم المعشني، سعدت حقيقة بالحديث معك، ولكن أريد فقط أيضا، هل هناك من خطط مستقبلة للفريق، فريق مفار المغامرات؟ نعم، نحن خطط على مستوى الفريق، نعم، تأهيل وتدريب. جميل. يعني مثلا في مجال الغوص، في مجال الغوص وصلنا إلى المستوى أدفاس المتقدم لعدد من الأعضاء، وما زلنا مستمرين مع كابتن موجود هنا في المحافظة، عند المحافظة بوفار، كابتن فيصل فاضل، ما شاء الله عليه مدرب مدربين غوص، وهذا المجال في فريق، جزء من الفريق مركز على الغوص. جميل. مجال الحبال نفس الشيء، مركزين إنه سنة عن سنة نتبادل الخبرات ونزيد في أخذ الشهادات في هذا المجال. جميل. ونفس الشيء مجال السيفتي والسلامة، وتعلم بعض المرات في بعض المواقع الجيولوجيين ما يقدروا يوصلوا لها. نعم. نادر ما تحصل جيولوجي مستكشف وفي نفس الوقت عالم أو دكتور. جميل. يعني هذه الصفة نادرة، تحصلها في الدكتور محمد الكندي ما شاء الله عليه. نعم. لكن بالنسبة لنا نحن علمياً جيولوجياً ما ذيك الدرجة. نعم. فنتعلم جيولوجياً، نتعلم بإذا صح شفنا شيء جيولوجي على الأقل نصوره ونرسله للمعنيين أو المختصين فيدلون، ونتعلم بالتجربة والاحتكاك وبالتعاون الدكاترة والعلماء معنا. هل عندكم ارتباط أيضاً مع فرق المغامرات الأخرى؟ أكيد. في نوع من التعاون تبادل الخبرات وكذا دائما لابد، هم في الخريف يبونا ونحن نفس الشيء نجيبهم. هل تنظموا انتم ايضا ملتقيات للمشي هنا في ظفار وكذا، بحيث انه المغامرين من الاماكن الاخرى في مجال المشي؟ في مجال المشي في فريق هنا في ظفار، فريق ارض اللبان، الهيوان ايضا عضو فيه من المؤسسين. المشي دائما دائما يقدموا فرق من السعوديه، فرق من مسقط، ويكون في تبادل خبرات من ناحيه الهايك او المشي. من ناحيه الحبال نفس الشيء، دائما مثلا اخر مره رحنا مع شباب في مسقط، نزلنا كهف مجلس الجن، ونزلنا رحنا كهف الهوتا، يعني نفس الشيء نتبادل خبرات. وهم اذا قلنا هنا ننزل شلالات، شلالات لقاشليون، شلال دربات، وان شاء الله في خطه نلتقي شباب المغامرين على مستوى السلطنه وندخل بعض المواقع الجديده هنا في المحافظه. جميل، جزاك الله خير، بارك الله فيك.